نعود أيضا للتذكرة بأن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي حالية، ومصر هي التي تترأس الاتحاد الإفريقي في هذه الدورة، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي إذن لفعاليات هذه القمة مرتبط ارتباطا وثيقا بترأس مصر للاتحاد الإفريقي، الزيارة الثالثة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى اليابان والثانية في غضون بضعة أشهر. السفير جمال بيوني مساعد وزير الخارجية الأسبق ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. سعادة السفير أهلا وسهلا بحضرتك، أي مغانم أو مكاسب يمكن أن تحققها مصر أو أن تحققها الدول الإفريقية جراء هذه الشراكة وأشكال الشراكة المختلفة مع دولة مؤثرة كاليابان فضلا عن المؤسسات الدولية الشريكة أيضا في التيكاد؟ يعني عودة اطلاع مصر بدورها الرئيسي كدولة ساهمت دائما في استقلال الدول الإفريقية، ساهمت دائما في نهضتها وفي التقدم. نحن الذين بدأنا بإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية سنة 94 في عهد الرئيس عبد الناصر، وساعدنا هذه البلدان في مطالبها نحو التحرر والاستقلال. نحن الذين أنشأنا منطقة التجارة الحرة لبلدان شرق وجنوب القارة الكوميسا، وهي التي نطورها الآن لتصبح منطقة التجارة الحرة الكبرى تشمل 51 دولة إفريقية، أكبر سوق لأنه يضم 1200 مليون مستهلك. ثم الآن مصر تدافع عن الوضع الإفريقي، لأن أفريقيا قارة مظلومة، قارة تدفع من الأموال إلى العالم المتقدم أكثر مما تتلقى من هذا العالم المتقدم، لأنها تدفع أقساط ديونها وتدفع فاتورة المشتريات الواردات إليها أكثر مما تأخذ استثمارات أو تأخذ ثمنا لما تصدره إلى العالم المتقدم. هذا شيء لا يمكن أن يستمر هكذا، ولابد من مواجهته. وبالتالي تتبنى مصر فكرة الاستثمار في إفريقيا بمستثمرين من الدول الغنية بالخبرة المصرية في ما نسميه التعاون الثلاثي. وهذه المبادرة بدأت يعني تلتقط مؤيدين لها، في الصين أعلنت أنها موافقة، اليابان بالفعل تمول بعض برامج تدريب أفارقة في مصر، أيضا الاتحاد الأوروبي وافق في اجتماعه في شرم الشيخ مع القمة العربية الأوروبية على هذا المبدأ، وأنه يمول مشروعات في افريقيا بخبرة مصرية. كل هذا أدى إلى أن التجارة المصرية مع افريقيا تضاعفت 3 مرات في السنوات الأخيرة، والميزان التجاري مع افريقيا يحقق فوائد لصالح مصر، وهي إحدى المناطق التي تحقق فيها التجارة المصرية فوائدا لصالح مصر. إذن يعني نقول أن السماء هي الحدود نتيجة هذا الجهد المتوالي الكثير، ولا شك أن مصر استعادت زمام القيادة للقارة الإفريقية، ونحن محل تقدير وقبول في كل هذه البلدان. ما الذي حول العلاقة سعادة السفير بين مصر ودول القارة الإفريقية من علاقة ربما فيها قدر من الفتور أو البرود إلى علاقة فيها هذا القدر الكبير من الحميمية والدفء، أن تعود مصر للواجهة، أن تتصدر مصر لعب الدور الأفريقي في طليعة الدول التي تدافع عن مصالح القارة الإفريقية بأكملها لا عن بعض المصالح الضيقة التي تخص بعض الدول؟ يعني دائما الوجه المصري وجه مقبول، ونحن كسفراء لمصر في إفريقيا كنا نلقى كل الاعتبار وكل الاحترام. كان ينقصنا دبلوماسية الرئاسة، قعدنا 30 سنة لا زورنا افريقيا ولا افريقيا جاءتنا. طبعا تقدم السن وطول المده في حكم الرئيس السابق ادت الى تجاهل افريقيا خصوصا بعد حادثه، وقد يكون من من الاجحاف ايضا او من المبالغه ان نصف المده التي غابت فيها دبلوماسيه الرئاسه ب 30 سنه، يعني ربما كانت المساله من عام 95 على الاقل ال 10 سنوات صحيح. الاخيره نعم 10 سنوات الاخيره نعم بدون شك. لكن نحن وجه مقبول جدا في افريقيا، ولا شك ان الدبلوماسيه المصريه يعني سدت هذه الفجوة لفترة طويلة، لكن واضح الآن أنك عندما تنتقل إلى دبلوماسية الرئاسة ومن نسميه دبلوماسية المطارات، هي دبلوماسية نشطة تؤدي إلى ما نراه الآن من تقدم في العمل الاقتصادي، في التبادل التجاري، في جذب استثمارات. يقولون دوما أن أفريقيا بحاجة إلى إعادة النظر في البنية التحتية المتوفرة فيها لأنها ركاز أي عملية تنمية أو استثمار مستقبلي سواء من أبناء القارة الإفريقية أو بالشراكة مع مؤسسات دولية أخرى،
هل طبيعة المشكلة هذه يمكن حلها بشكل يسير في إطار العمل الإفريقي المشترك، ولا نحن بحاجة بالفعل إلى شراكة مع هذه المؤسسات للتغلب على معوقات البنى التحتية؟ هو أنت توضح أن الموضوع ليس بالبساطة أننا مجرد أن نقيم سوق حرة أو نقوم بالزيارات. نعم. لأن إفريقيا فعلا فقيرة جدا في البنية التحتية، لا يوجد في إفريقيا بنوك درجة أولى، وأنت لا تستطيع أن تعقد صفقة وأنت مطمئن لهيبة البنوك من الدرجة الأولى. لا يوجد في إفريقيا مواني تستقبل السفن كبيرة الحجم، وبالتالي تحتاج لخطوط ملاحة من سفن متوسطة وصغيرة الحجم. الطيران لا يغطي كل إفريقيا. أنا سفير في إفريقيا كنت أمضي ثلاثة أيام ذهابا وثلاثة أيام في العودة، بينما المسافة بين مصر والكاميرون هي ساعة ونصف بالطائرة، نتيجة أن أنا أضطر استبدال السفر عند نيروبي أو عند ليجوس، أو أذهب إلى أوروبا فأضيع وقت طويل. كل هذه أمور تحتاج إلى التدخل، تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. الطرق البرية، ولعلك طبعا استمعت إلى الحلم بأن نقيم طريق بري من الإسكندرية إلى جوهانسبرغ. نعم. هذا مشروع موجود على الأرض، أو خطوط ملاحية تغطي غرب القارة وشرقها. طالما سعادة السفير أن حضرتك اتيت إلى هذا النوع من المشروعات الضخمة، الرئيس السيسي في مستهل مؤتمر أو مبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين قبل أشهر، قال أن هناك مشروعات عملاقة كمشروع اسكندرية كيب تاون أو القاهرة كيب تاون، وهناك مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط. هذه مشروعات عملاقة، نحن بحاجة إذن إلى مساندة ومدد من المؤسسات الدولية ومن مؤسسات القطاع الخاص ذات الثقل الكبير لتمويل مثل هذا النوع من المشروعات في إطار يضمن الربحية لكل الأطراف. هل المؤسسات الدولية الكبرى أو شركات القطاع الخاص العالمية لديها القدرة أو المقبولية في أن تؤدي هذا الدور؟ نعم، والحقيقة سأدهشك أن أنا شخصيا تلقيت في سنة 1977 رسالة من سفيرنا في روما السفير الدكتور سمير أحمد، عبارة عن دراسة أعدتها إحدى شركات السيارات الإيطالية لهذا الطريق الذي نتحدث عنه الإسكندرية كيب تاون، وتوضح في الدراسة وسائل التمويل، وهو يمكن لطريق كهذا أن يمول نفسه بنفسه، لأنه سيربط من الإسكندرية إلى كيب تاون، ويربط مواني جنوب أوروبا بالإسكندرية، ثم عن طريق الوصلات العربية نربط مصر بدول الخليج، السودان بدول الخليج، وهكذا. فالطريق قابل لأن يمول نفسه ونفسه، إنما منذ سنة 77 وهذا الملف يعني حبيس الأدراج ولم يرى النور، لأنه يحتاج إلى من يتبناه وأن يعرضه، وكما أنت تفضلت يمكن جدا للقطاع الخاص أن يمول مثل هذا المشروع. كان هذا طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي على أي حال في منتدى الحزام والطريق الأخير الذي عقد في العاصمة الصينية بكين. أخيرا سعادة السفير، ما الذي يمكن أن تقدمه اليابان إذا كانت مهتمة هذا القدر من الاهتمام بالقارة الإفريقية؟ ما الذي يمكن أن تقدمه بعيدا عن بعض المشروعات التنموية أو بعض المشروعات الخدمية التي تقدم في مجالات كمجالات التربية والتعليم أو مجالات الرعاية الطبية كمنح يمكن أن تقدم؟ ما هي الشراكة التي يمكن أن تبنيها اليابان مع القارة الإفريقية تحقق النفع المشترك للطرفين؟ هي اليابان دولة صغيرة الحجم رغم أنها تماثلنا في تعداد السكان، وبالتالي فإن واحدا من أهم وارداتها السلع الغذائية، ونحن دائما نسعى لإقامة مشروعات زراعية في إفريقيا بتمويل مشترك بحيث نحصل على ما يسد الفجوة الغذائية سواء في مصر أو في العالم العربي. ولدينا في الملفات عشرات المشروعات لمثل هذا. ما زالت هناك آلاف الأفدنة من الأراضي في القارة الإفريقية لا تستغل الاستغلال الأمثل، ومن السهل أنك إذا وجدت التمويل الكافي والخبرة أهم من هذا كله أنك تستطيع أن تستفيد من مثل هذا النشاط لسد الفجوة الغذائية في اليابان، في مصر، في الدول العربية. شكرا جزيلا لحضرتك السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق منضما إلينا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لحضرتك.